أهلا بكم مجددا أحبتي طلبة الصف السابع في العام الدراسي الجديد. لنتعرف خلال هذا المقطع إلى وصف الوحدة الأولى من مادة التربية الإسلامية للصف السابع، والتي تحوي دروسا بعنوان: بداية سورة الملك، ثم السنة النبوية الشريفة، والإيمان بالملائكة الكرام، ثم درسا في التلاوة والتجويد. ننتقل إلى الوضوء، الأركان والسنن، ونعمة الماء. في بداية هذه الوحدة سوف نبدأ بالدرس الأول عزيزي، وهو سورة الملك. سوف نتحدث عن مظاهر عظمة الله تعالى في خلق السماوات والأرض بإتقان وإحكام، وقدرته سبحانه وتعالى على إماتة الإنسان من ثم إعادة إحيائه يوم القيامة ليحاسبه على أعماله في الحياة الدنيا. سوف يقوم القارئ بقراءة سورة الملك والتعرف إلى المفردات والتراكيب وإلى أسماء الله اللائق الحسنى الخاصة بالسورة، ثم خلق الموت والحياة وخلق السماوات وخلق النجوم وغيرها. ننتقل بعد ذلك أحبتي إلى الدرس الثاني الذي يتحدث عن السنة النبوية الشريفة، وهي المصدر الثاني من مصادر التشريع الإسلامي بعد القرآن الكريم، وأقسامها ثلاثة: السنة القولية والسنة الفعلية والسنة التقريرية، وقد مر تدوينها بمراحل عدة حتى وصلت إلينا. لابد أن يتعرف الطالب إلى مفهوم السنة النبوية الشريفة والتي وردت عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من فعل أو قول أو تقرير، وهي المقسمة إلى الأقسام السابق ذكرها. الطالب سوف يتعرف إلى منزلة السنة النبوية، أي مكانة السنة النبوية، ثم إلى تدوين السنة النبوية الشريفة، وفيه يتعرف إلى الفرق بين الصحابي والتابعي، وكذلك الفرق بين القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف. ينتقل بعد ذلك إلى درس الإيمان بالملائكة، الإيمان بالملائكة الكرام، وهم مخلوقات لها صفات معينة ومهام كثيرة، والإيمان بهم ركن من أركان الإيمان، وهم خلق من مخلوقات الله، خلقهم من نور، وهم لا يعصون الله تعالى ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون به، لا يأكلون ولا يشربون ولا يعصون الله تعالى. لهم عدة أعمال، منها عبادة الله تعالى والاستغفار للمؤمنين وحفظ الناس مما يضرهم بأمر الله تعالى. وفي هذه الوحدة يتعرف الطالب كذلك إلى مخارج الحروف والتلاوة والتجويد لسورة ياسين، ويطبق من خلال ذلك، ثم ينتقل إلى الوضوء، يتعرف إلى أركان الوضوء وسنن الوضوء، ولا بد أن يعرف أنه من الطهارة التي يحبها الله تعالى لعباده، وهو شرط لصحة الصلاة، وله أركان لا يصح إلا بها، وسنن يثاب فاعلها. ولا بد أن نعرف أن الوضوء له شروط، منها شروط وأركان وسنن كالنية وغسل الوجه وغسل اليدين مع المرفقين ومسح بعض الرأس وغسل القدمين مع الكعبين والترتيب. وكذلك هناك سنن للوضوء غير الأركان التي تحدثنا عنها سابقا، ومنها التسمية وغسل الكفين عند البدء، والتخليل بالماء بين الأصابع والمضمضة، والاستنشاق والاستنثار، وكذلك مسح الأذنين وغسل الأعضاء، والتيمم والمولاة وغير ذلك. وفي نهاية الأمر لابد أن نعرف أن الله سبحانه وتعالى جعل من الماء كل شيء حي، فالماء هو من أعظم نعم الله تعالى علينا، فهناك درس يتحدث عن نعم الماء على الإنسان التي لا تعد ولا تحصى. وهناك بعض التوجيهات للمحافظة على الماء وإظهار بعض الأخطار التي قد تأتي من إسراف المياه.
وبالنسبة للتكامل مع والاستعانة بتكنولوجيا المعلومات، لابد للطالب من البحث عن مصادر مرفقة ومعلومات حول السنة النبوية عبر شبكة الإنترنت، وكذلك يبحث عن الوضوء وأركان الوضوء وغيرها، ويمكن أن يصمم المشروع الخاص به بالاستعانة بأنظمة الذكاء الاصطناعي. وقد تتكامل وحدة التربية الإسلامية مع وحدة الفن، إذ إن الطالب قد يحتاج للتعبير عن بعض الدروس بالرسم والألوان، يستطيع التعبير أمام الطلاب عن أركان الوضوء ونعمة الماء وغيرها. وفيما يتعلق بمشروع الوحدة، على الطالب أن يصمم منشوراً مطوياً، عرضاً تقديمياً أو بطاقات ملونة حول نعمة الماء، يقوم بكتابتها والاستعداد لعرضها شفوياً، ويتم تقييمه من قبل الطلاب والمعلم، مما يعزز اندماج الطالب في المجتمع وينشر الوعي بين الطلاب. وتحت رؤية المدرسة الأمريكية الحديثة في رعاية المتعلمين مدى الحياة والمفكرين والعاملين، ليصيروا مواطنين مسؤولين يتمتعون بصفات قيادية وقيم عالمية، مع غرس الفخر في الهوية الثقافية للفرد، قمنا بدعم الطلاب وتوعيتهم حول الأمور الدينية والعقيدية، ليتعرف الطالب إلى السنة النبوية والإيمان بالملائكة الكرام، بالإضافة إلى التعرف إلى أركان الوضوء ونعمة الماء، وذلك من خلال تزويدهم ببيئة تعليمية مدمجة تحفز التحدي في المجتمع الدولي وتركز على المناهج العالمية.